عودة لحضراتكم وضيف العزيز ونقيبنا الرياضي الكبير الأستاذ جمال العاصي. النهاردة نورني الحقيقة وشرفني فيه الاستوديو. يعني خليني أرحب بيه في البداية والشاكة دي النهاردة أستاذ جمال. والله ده انت لعينك حلوه يعني. انا مشهور ان انا صاحب اغرب جرافطه في مصر. يا جرافطه تطلع في التصوير. لا حضرتك طول عمرك شيك. ازي حضرتك في البدايه؟ عامل ايه؟ كل سنه وحضرتك طيب. الله يخليك كابتن. يعني الحقيقه دائما وابدا لما تحصل ازمات داخل النادي الاهلي بحب استعين بحضرتك لانه حضرتك داخل المطبخ. لا مش داخل المطبخ. تعلم الكواليس. لا يعني برضه عايز اصلح المعلومه. اتفضل اتفضل. انا مش داخل المطبخ الاهلاوي خالص خالص. ولا انما انا ايه داخل مطابخ الصحافه اكتر. تمام. يعني انا ايه معني ان انا اتابع متابع جيد وابقى عارف ماذا يحدث على قد ما بقدر. طبعا مفيش حد يملك المعلومه كلها او معلومه كامله انما انت بتحاول تجتهد طول الوقت ان انت تتفرج على المشهد ده. فانت جوه مطابخ الصحافه اكتر من مطابخ الاهلاويه. والاهلي ككيان كبير وقلعه وحزب ضخم قوي وزنه تقيل بالنسبه للامه العربيه وافريقيا ومصر. حضرتك دايما ابدا تسمي الاهلي جمهوريه الاهلي. لا الاهلي ده حاجه عظيمه جدا لازم تاخد بالك ان ده يعني من اعظم الكائنات. الاهلي ده يعني كائن عظيم يعني مهم يعني لانه شعبيته جارفه ومحبينه كتير وبعدين بيجمع في طياته كل تناقض المجتمع سواء السياسي او طبقه وسطى. يعني حاجه حلوه كده حاجه لازم طول الوقت تبص عليها وتخلي بالك منها وانت بتتعالج معاها او بتعالجها. ما تبقاش قاسي قوي. لان القسوه مش كويسه مع الاوزان الثقيله. يعني لازم طول الوقت تخلي بالك ان الاوزان الثقيله ديت او الكائنات الكبيره دي او الكيانات الكبيره دي قوي محتاجة طول الوقت رؤية وانت بتتعامل معاها لان هو رؤية مجتمعية لان ده مجتمع. مش فكرة الاهلي جاب جون وتعادل وكسب وخسر. لا الاهلي اكبر من ده بكتير يعني. طيب تتفق معايا متابع كويس الاهلي يعني. تتفق معايا استاذ جمال انه يعني ازمات النادي الاهلي عرضه مستمر الفترة الاخيرة؟ ما قصدي كلمة برضه بطاطة يعني هلامية. ازمات الاهلي عرضه مستمر برضه يعني ايه؟ يعني ما فيهاش مطاطية ولا حاجة بالعكس. إيه مجلس إدارة إيه النادي الاهلي إيه من وقت ما تولى مجلس إدارة النادي إيه الاهلي إيه ولا دي ازمات؟ ازمات مع جمهور، ازمات في خاص بملف كرة القدم تحديدا. لا في نتائج واخفاقات. لا طب ما تيجي نلاحظ. طب انا خليني اقول. طيب وحضرتك رد عليا. الازمات في ملف كرة القدم دلوقتي هي موضة دلوقتي. طب خليني اقول وحضرتك رد عليا. اتفضل. حضرتك قلت لي ايه الازمات؟ طيب ازمات مجلس إدارة النادي الاهلي كتير جدا. اولا في ملف كرة القدم لو اتكلمنا عنه لوحده اخفاقات في 4 أو 5 بطولات الموسم الماضي. ثانيا تصريحات كابتن علاء عبد الصادق مدير الكرة وده عمره ما شفناه. لا شفنا كتير. لا ما شفناش في النادي الاهلي ده. طب حضرتك فكرني بيه. الاختراق الاعلامي للنادي الاهلي النهارده بنشوف وتصريحات لمجلس اداره النادي الاهلي ان هناك تسريبات من داخل قاعه اجتماعات مجلس النادي الاهلي وده ما حصلش قبل كده يا استاذ جمال. يعني دي مبادئ النادي الاهلي اللي اتعودنا عليها ان ده ما بيحصلش. المبادئ ملهاش علاقه بايه عشان ما نخلصش. هو ايه في حمله ممنهجه ضد النادي الاهلي بقالها فتره واخد بالك والحمله دي لاقيه قبول لان الاهلي اثبتوا ان هو ما عندوش اعلام يعني بشكل ممنهج يناسب فتره التحول اللي حصل في مصر. تمام. مصر حصل فيها فتره تحول كبيره جدا واخد بالك. مصر عاشت 5 سنين الاخيره بين ثوره رائعة 25 يناير وثورة مكملة أكثر روعة 30 يونيو. من خلال الثورتين دول في رئيسين جمهورية ودي أول مرة في التاريخ برضو إن إحنا نحاكم 2 رؤساء جمهورية. خلي بالك الأهلي ده جزء مجتمعي مهم جدا في كل الأطياف السياسية. أكيد الأطياف السياسية اللي موجودة في ملعب الأهلي واخد بالك في ناس عاجبها حاجات ومش عاجبها حاجات ومؤثره جوه. بس انا الحقيقه في غرابه شديده ان حضرتك مش معترف ان في ازمات في النادي الاهلي. ازاي مفيش ازمات؟ ما مصر فيها ازمات. طيب الاهلي فيها ازمات. طيب بتقول ليه مفيش ازمات في النادي الاهلي؟ لا انا بتكلم على ايه احنا لازم ايه نبقى عندنا واحنا بنتكلم ان هل الازمات دي طبيعيه ولا غير طبيعيه في فترات التحول. يعني تحولات الدول وهي بتتحول، الاوطان وهي بتتحول من مرحله السلطة المطلقة لتداول السلطة. لازم نخلي بالنا ان احنا كنا في سلطة مطلقة بتقعد 30 سنة لسلطة بيحصل فيها تداول. من مجلس الشعب كان بيجي بالتزوير الفاضح الكاشف لمجلس الشعب الى حيز الى يعني مستوى ها
كبير من السنه دي ربما. هل مجلس الشعب اللي جاي احنا راضيين عليه؟ يعني في متفق وفي مختلف بالظبط كده، لانك انت في فترات التحول النادي الاهلي بيقع عليه العين كلها فترات التحول، هيبقى فيه مشاكل كتير. هقول لك على حاجه، انا عايزك تبص على دور السياسيين داخل اروقه النادي الاهلي في الفتره ما قبل الثوره وما بعد الثوره، دلوقتي في الفترات اللي فاتت دي، وليه هناك مجموعه سياسيه تمام. لازم نتفق في الظروف اللي مصر فيها دي، لازم نتفق. لكن احنا كده مش هنوصل لحلول يا كابتن عزمي. لا هنوصل، اذا ما تمش ردع يا كابتن عزمي، اذا ما تمش ردع وعقوبات صارمه على الجميع ومن يخطئ، يبقى عمرنا ما هنصل لحلول. هقول لك هنوصل ازاي. هنوصل ازاي؟ هناك قانون يطبق على الكبير والصغير. فين يا كابتن عزمي؟ اقول لحضرتك ازاي. فين؟ النهارده لما ياخد الحكم والمراقب المباراه اوامر صريحه واضحه بتطبيق اللائحه وتطبيق القانون والشروط الموضوعه لهذه المسابقه، واخد بالك، مش تمام. هتبدا المباراه الا ما تتوافر الشروط. يا كابتن عزم معلش يعني خليني امشي مع حضرتك واحده واحده زي ما حضرتك قلت لي. استاذ جمال يعني شاركنا، تطبيق القانون زي ما حضرتك تفضلت وقلت يا كابتن عزمي، في النهايه لو حصل سوء تنظيم او عدم تنظيم او دخول اعداد متزايده من الجمهور زي ما حضرتك تفضلت وقلت، الاتحاد المصري لكره القدم من المفترض وده حسب اللائحه انه بيلغي المباراه لصالح الفريق المنافس. ده ما تمش ولا مره، بدليل انه بتحصل وبتتكرر كل مباراه خاصه للاهلي والزمالك. طب ما هو في يعني ايه يا كابتن عزمي؟ لو تم مره، انا بقول لحضرتك اهو، انا بقول لحضرتك اهو، لابد من تطبيق القانون واللوائح. طب هو مين اللي هيطبقها يا كابتن عزمي غير الاتحاد؟ غير اتحاد الكوره. ما هو الاتحاد بيحط القانون، اللي بيطبق المراقب الامني والمراقب الحكام والحكام يعني بتتحط اللائحه في الادراج يا كابتن عزمي وما بتطبقش على المباريات. لان الاتحاد الكوره مش هيقف على البيبان يا كابتن اشرف يا استاذ جمال، ويجي بقى ايه يتعرض بقى للبلطجه والحاجات اللي بتحصل اللي انت عارفها دي. كل واحد بيفرض عضلاته وكل واحد بيعمل اللي هو عايزه طالما لا يوجد قانون رادع لاي مخالف. انا هسيب رد للاستاذ جمال اخيرا على حضرتك. اتفضل اسمع استاذ جمال. طبعا يا كابتن عزمي، انا طبعا كان الله في عونكم ان انتم بتديروا مسابقه غايه في الصعوبه وفيها حاله توتر غير عادي وفيها رغبة لفرض عضلات وفيها حالة من البلطجة اللفظية والكلامية وفيها مساوئ كتير. أنا عايز أقول حاجة بس مهمة، إن الجمهور بالسبب، حتى الجمهور النوعي اللي هم المحبين والمريدين اللي جايين يضغطوا على الحكام دول ويشتموهم، إن الجمهور ده مش هو السبب كمان، ده احنا عندنا الأسباب اللي أنا عايز أناقشها مع لجنة الحكام ومع اتحاد الكورة، اللي هو عندنا في غبن على الحكام غير عادي ومفيش رد فعل في الجزاء. وكابتن جمال غندور النهارده بيطالب برؤساء الانديه باجتماع معاهم الفتره اللي جايه. انا عايز اسالك سؤال، كل اللي حصل في الماتشات زي ما انا قلت، احنا عندنا شغب مسؤولين مش شغب جماهير. المتسببين في الشغب عندنا المسؤولين، وليس المسؤولين. تصريحاتهم اولا ناريه بتهيج الجمهور، خناقاتهم اللي بيتخانق على ضرب الجزاء واللي عمال يتخانق على اوت، وتلاقي مهاجم ضيع 5 تجوان ومفيش حاجه. فاحنا عايزين نعمل حوار، وفي يبقى في حوار الاول وبعدين في ادوات ردع للمسؤولين. لازم اي مسؤول يبقى فاهم ان هو الوطن ده يعني في رقبته والجماهير دي في رقبته، ما يقولش اي كلام، ما يطلعش واحد يقول اي هيصه واي كلام، لان الهيصه دي بتاثر على الجمهور وهي اللي بتعمل احتكار. اكيد هي اللي بتزيد. لازم كل مسؤول يبقى عارف بيقول ايه، كل مدير فني لفرقه يبقى اما يبقى غلطان او مخطئ او فرقته خسرت، مش لازم يحمل على حد عشان ما ينزلش الاحتقان. احنا عشان الاحتقان ده، انا بقول لك الذي يسبب الاحتقان في الوسط الرياضي هم المسؤولين الذين لا يعرفون ماذا يقولون. ايه رايك يا كابتن عزم؟ وزور السيد وزير الرياضه ايه بخصوص رؤساء الانديه اللي بيخرجوا عن النص؟ ما هو رئيس برضه وزير برضه نفس الحكايه يا كابتن عزمي. ما هو الوزير برضه اكبر واحد بيمسك العصايه من التلت طول النهار، عايز يراضي كل الاطراف وما بياخدش قرارات في حاجه.
يعني ما فيش وسط رياضي. انا اول مره اشوف مباريات من غير جمهور وفيها الخناقات دي كلها. طب وطول الوقت عاملين نتكلم عن الجمهور والجمهور المشاهد. مين المسؤول عن الخلل يا استاذ جمال؟ مين المسؤول؟ هل عدم تطبيق اللوائح والقانون؟ عدم تطبيق اللوائح والقوانين يا كابتن عزيز. برضه الوزير هقول لك على حاجه. انت النهارده عندك خناقه حصلت في اتحاد الكوره ماشي، عندنا لوائح ولكن لا تطبق يا كابتن عزمي. ما انت عندك ازمه حصلت في اتحاد الكوره وسيديهات ومعرفش ايه ومليون وفي الاخر مصر كلها سيديهات دلوقتي يا مصر لازم يا مصر السيديهات دي في كل حاجه نقلت في السياسه جت على الرياضه خلي بالك. لا انا عايز اقول لحضرتك احنا 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 عايزين حاجه بس مهمه جدا، عايزين القانون يفعل وان يعني ما انت جزء الاستاذ وزير الرياضه يكشر شويه على انيابه يا ابو الكباتن بقى يعني وجمال علام يكشر برضه. انتوا جزء كبير مهم جدا يا كابتن عزمي. هو الوزير يكشر وجمال علام لازم يكشر برضه لان برضه هو له دور، والوزير لازم يكشر انه لازم يعمل حاله ضبط للمجتمع الرياضي الفوضوي ده، ولازم يظبط ايقاعه، ولازم يوقف اي حد يعني متهور ويعرفه من البلد دي. هي البلد على فكره اكتر ناس بتضر البلد دي اللي بيقولوا تصريحات ناريه مجانيه. صح ده صحيح. هو ده اللي بيعمل الاحتقان يعني. رنيه يعني مجانيه ازاي يعني؟ ما بيقولوا ناريه كلام. مجانيه حلوه ناريه مجانيه والله ده احسن ختام. الله يكرمك. بشكرك جدا يا كابتن عزمي. كابتن عزمي جاي مدير اداره الاعلام شكرا يا ابو اتحاد مصر كره القدم. والحقيقه يعني ده عايز حلقه الاتحاد المصري لكره القدم يعني عايز حلقات كتيرة جدا. يعني بيحصل تفاوض يعني ما بنصلش لحلول. اللي ما يحدث في مصر الان هي فوضى بكل معايير ومقاييس الفوضى. انت النهارده بتقول ما فيش جمهور وتلاقي الناس دخلت فجاه بقى في جمهور. ماشي انا موافق ان يبقى في واللي بيتظلم الانديه الصغيره يا استاذ جمال طبعا ما هو ضاغط عليها. ما هو الجمهور ده بيضغط على الحكم. كل الجمهور ده جمهور عائلي، كله عائلي بيجي بيضغط على الحكم. انا يا سيدي يا ريت تبقى دي بدايه او بادره لعوده الجمهور. انا مع ان الجمهور يعود ان شاء الله يجي يخش الجمهور النوعي ده. يعني انا مع الجمهور النوعي اللي هو الانديه بتختارهم من وسط الجماهير العموميه بتاعتهم ويبقوا ايه عارفين ان الجمهور ده مش هيعمل حاجه خارج السياق. انما اللي بيهيج دول مين؟ بص على المشهد اللي هيجهم الخناقه. وعلى فكره مش دي اول خناقه عشان ما احملش برضه حسام حسن ان هو دلوقتي فجاه يعني حصل كتير. لا عشان اصل حسام حسن فجاه دلوقتي هو اللي هيشيل المسؤوليه وحسام بوظ الدنيا. على فكره كل الماتشات قاطبه فيها خناقات. كل الماتشات خلاص في حاله توتر. قلت استاذ جمال كمان ده من غير جمهور وبتحصل بالظبط في توتر في المجتمع المصري. توتر كبير. المدربين بقى خوفين جدا. ماتش عليه وماتش ينزله. المدرب طول الوقت عايز يثبت ان هو يعني غير كفء او فاشل فيرمي فشله على شماعه الايه التحكيم. احنا محتاجين اتحاد الكوره يبقى له راي شويه يبقى ذكر شويه. انا حضرتك قلت اتحاد الكوره ووزاره الشباب والرياضه لازم والوزير لازم ذكر شويه ويقعد ايه يلم الناس دي كلها على جلسه المجتمع الرياضي ده. مجتمع المفروض مجتمع فيه نبل ويقدم رساله ويطيب طبعا الناس. انا واحد من الناس دلوقتي يصدق ان انا ما بحب يعني الرياضه بقت توترني وتعلي ضغطي من كتر ايه المراسلات والخناقات. يا جماعه المساله مش كده وازمات متكرره كمان. المساله لازم تبقى فيها حبيبي دائما. انا مع حضرتك. احنا محتاجين حبيبي دائما نطبطب على بعض نصالح بعض شويه. مبقاش عندنا الاحتقان الكتير قوي ده. ما عندناش الاقصاء. ما عندناش الغباوه في الكلام. نختار الفاظ نبيله شويه. في الحقيقه استاذ جمال الحاج احمد الصحيفي وواحد من الناس اللي انا بحترمها جدا المشرف عام على الكره في الجونه كان بيتابعنا عايز حابب يعقب على الحديث اللي بنتكلم فيه مع كابتن عزمي مجاهد وقضيه الجمهور واتحاد المصري لكره القدم. حاج احمد مساء الخير. كده يا استاذ اشرف. ازي حضرتك؟ على حضرتك وعلى ضيفك الكريم استاذ جمال. ربنا يخليك يا حاج احمد. اتفضل حاج احمد. جدا من حلقاتكم دي ومناقشتها بالهدوء الجميل ده لاصلاح حال الكره المصريه. ربنا يخليك يا حاج احمد. انا يمكن دلوقتي لو قلت حاجه هيبقى يعني ممكن اسال شهادته مجروحه عشان خاطر ده في مشكله بينهم اتحاد الكوره. لا انا والله حاليا بتصل على اساس ان انا راجل مشجع كوره بحب الكوره في بلدي زائد ان انا راجل كنت في وسط الرياضه وعارف كل شيء او موجود في وسط الرياضه وعارف كل شيء. اكيد يا حاج احمد اتفضل. انا متفق مع الاستاذ الكابتن عزم جاهد في حاجات وحاجات لا. نقطه ان اتحاد الكوره مش هو اللي امن ماتشات بره لا ما يامنش. بس في اتحاد الكوره في حاجه اسمها لائحه. تمام. لو طبقناها على الكبير والصغير الكل هيعمل حسابه فيما بعد. الكل هيلتزم. لو اذكر لحضراتكم وقع من سنتين في ماتش الاهلي والجونه لما دخل الجمهور الملعب وكان اللائحه بتقول ان في حاله دخول الجماهير النتيجه تعتبر 2-0 فريق اخر. لما التالت كان الكابتن سمير عثمان حتى عملت معاهم دخل حاليا قاعد قال انا مش هلعب لحد مرور 20 دقيقه وهلغي المباراه.
جات له تليفونات طبعا من اتحاد الكوره ومن ناس ان العب مباراه العب مباراه. جالي تليفون من مسؤول اتحاد الكوره قال لي يا حاج احمد العب المباراه اللائحه لصالحك نتيجه 2-0 بس المشكله الجمهور دخل من غير تفتيش هتحصل كارثه لو حد منهم معاه خرطوش او معاه حاجه. انا خوفا على بلدي طبعا لان بلدي قبل كره القدم بمراحل طبعا فوافقت احنا نلعب المباراه. والله العظيم مسؤول اتحاد الكوره اقسم لي بالله اللائحه في صفي وفي حقي ونتيجه 2-0 لصالحك بس العب خوفا من حدوث اي شيء. لعبت المباراه بعد المباراه مباشره عرفت ان هيبقى فيها كلام اتغير للاسف. تاني يوم كان مباراه الاسماعيلي والزمالك لو كان خد عقوبه على النادي الاهلي كان النادي الاهلي وصل المربع الذهبي بغاء النتيجه حسب اللائحه اللي قدامه اتحاد الكوره. تمام. كان الزمالك والاسماعيلي مش هيدخلوا جمهور. اليوم اللي بعده كان الاتحاد السكندري والمقاولين دخل جمهور. اللي اتعمل طلع اعلاميا فقط لا غير ما طلعش خطاب من اتحاد الكوره اعلاميا في القاعات اعلاميه 100,000 جنيه غرامه على الاهلي والزمالك والاتحاد السكندري والاسماعيلي. طبعا مفيش مخاطبات راحت لانديه ب 100,000 جنيه ده كلام بسالوه في القاعه العالميه. انا بقول لو كان اتخذ قرار اللي هو دلوقتي بيقول لك ان اتحاد الكوره ما بيخافش لا اتحاد الكوره بيخاف. لو اتخذ قرار باعتبار الاهلي مهزوم 2-0 كان تاني يوم مفيش حد يدخل. هيكون في ردع مش هيكون في تكرار للاخطاء تاني. تاني حاجه حضرتك لسه انا هذا الموسم لعبت في طهطه دخل لا يقل عن 3,000 متفرج. انا ما حضرتش المباراه بس جت الصور. اتصلت بالمسؤول في اتحاد الكوره حاليا المباراه فيها كذا رد عليا بعد ربع ساعه قال لا ده انا سالت مراقب بيقول حوالي 200 واحد. طيب لما وديت الصور كان كميه ناس كتير دخلت. انا مش عايز المباراه بس انا عايز يبقى في نظام. راح توقعت عقوبه ايه حضرتك؟ 1000 جنيه غرامه. اللائحه بتقول ايه يا حاج احمد؟ انا والله مش عايز اقول انا بي انا بي انا بيقول لائحه درجه ثانيه كده بس انا بقول المفروض اللائحه اللي بتطبق على درجه ثانيه درجه اولى درجه ثالثه درجه رابعه تطبق على الكل. طبعا قال لك غرامه 1000 جنيه وشوف بقى النكته بقى الثانيه وتحذير بنقل مبارياته خارج ملعبه لما انت مش لاقي ملعب في الصيف. هنضحك على بعض احنا بندور على ملعب في الصيف. عند حضرتك حق المفترض تطبيق اللائحه من جهه اتحاد الكوره بدون النظر للنادي فلان او نادي علان صدقني الكل هيلتزم. زائد متفق مع استاذ جمال في كل حاجه قالها لان انا بحب دايما اسمع استاذ جمال صراحه كلامه جميل جدا وليس بيجي على طرف ضد طرف. هو راجل انا ما اعرفوش شخصيا والله بس انا شايف ان هو عايز يصلح من حاله كره القدم في مصر. انا بقول في بعض المسؤولين في الانديه وبعض الاجهزه الفنيه بتثير الفتنه اللي بتحصل بين الجماهير ده ربنا بيستر ان المباريات الحاليه بدون جمهور. والله انا بتفق مع حضرتك جدا يا حاج احمد وان شاء الله الفتره الجايه يتم الاصلاح باذن الله. انا بشرف مش هطول حضرتك. شكرا. انا بشكركم جدا على مناقشتكم الموضوع بس بتمنى من اتحاد الكوره طبق اللائحه بحذافيرها. لو في فريق انسحب ويحق ليه الهبوط للدرجه الثانيه يهبط مهما كان اسمه عشان فيما بعد باقي الفرق تعمل حساب احنا مش احسن من بره اللي كنت هبط درجه ثانيه مع خصم 15 نقطه. عند حضرتك احنا مش افضل منهم احنا ما وصلناش ل 1% من اللي بيلعبوه. بشكرك حاج احمد. بشكرك حاج احمد الصحيفي. عايزين نشوف بقى الجونه في الممتاز اهم حاجه ان شاء الله. المشرف عام على الجونه. ارجع مع حضرتك الجونه بالتحديد كده كانت تجربه كانت عجباني. واخد بالك التجربه نفسها انا بحب التجارب الخاصه في الكوره لانها ايه بتعمل نموذج. انا اقول لك على حاجه انا زعلت جدا ان الجونه نزلت. واخد بالك انا ما اعرفش الجونه وما اعرفش التفاصيل بتاعت الحاج احمد انا ما عنديش علاقات بيهم يعني. انما كنت انا واخد بالي من تجربتين وادي دجله كانت تجربه ناجحه جدا. التجارب الخاصه اللي هي التجارب الخاصه دي هي اللي هتسري كره القدم على فكره لان فيها حساب وعقاب وفيها مصروفات مظبوطه. فانا زعلت ان الجونه نزل عشان كده لانها تجربه خاصه. التجارب الخاصه هي اللي هتسري كره القدم مش تجارب اتحاد الشرطه والحرس والحاجات دي. طيب ارجع مع حضرتك للنادي الاهلي سريعا عشان وقتنا يعني شايف يعني عندي سؤال مهم الحقيقه وعايز حضرتك ترد عليه بصراحتك وجرأتك لانه الحقيقه اسئله كثيره من وقت ما قلنا او اعلنا ان حضرتك معانا من جمهور النادي الاهلي. الازمات اللي موجود فيها مجلس اداره النادي الاهلي شايف ان في بعض الاشخاص القريبين والكلام ده بيتردد كتير جدا يا استاذ جمال زي الاستاذ اسامه خليل زي بعض لا لا الاشخاص لا لا كتيره جدا موجودين حوالين المهندس محمود طه. بص بص ده كلام مجاني يعني اقول لك واحد صحفي هو السبب ده كلام يعني ده كلام ده احيانا بيصدر على فكرة على اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي على فكره على فكره من ضمن الضرب
اللي في المهندس محمود طاهر ان هو ايه يعمل له تاليف. يا اخي انا بقول لك مثلا اسامه خليل ده صحفي ولا منجد؟ صحفي طبعا، صحفي وصحفي كبير، ولكن بينتمي للاعلام. اما يبقى صحفي نادي الزمالك ده الكلام اللي بيردد. انا بقول لحضرتك الكلام اللي بيردد في الشارع بيردد، ده دي كلها وجس طالعه من بعض الناس. اسامه خليل ده صحفي، وافرض ان هو على علاقه طيبه بمحمود طاهر، ايه اللي يدير بقى المجموعه اللي هي بتتكلم غير ان يبقى في غرض؟ هو اسامه يعني هو اللي مضلل، هو اللي مبوظ كل حاجه يعني. هو المشكله إن, ان 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 محمود طاهر نفسه ما قدرش يعمل مجموعه اعلاميه كبيره، ما قدرش يعمل مائده الرحمن، لان دي عايزه خبرات يعني. فكره ايه التعامل مع الاعلام؟ محمود طاهر ظن تناوي وتسرب وتحاول دغدغة الأهلي الآن، وليه مجموعة سياسية بعينها وعلى رأسها رجال أعمال معروفين بيحاولوا يديروا المعركة اللي شغالة دلوقتي. أنا مش عايز أتكلم لا حضرتك، أنا مش عايز أتكلم تفاصيل. جمهور حضرتك بيثق فيك تماما وجرأتك وصراحتك، وبالتالي أنت لازم تقول. أنا عايز أسألك سؤال، اتفضل. هل أنا شفتني شغال في مجلة الأهلي؟ لا ده ما حصلش. انت عارف انا طلعت كام بيان عشان رافض ان انا اشتغل في كل المنظومات الاهلي، بس انا ببص على الكيانات الكبيره دي ان احنا لازم نحافظ عليها. لو قعدنا نكسر كل مؤسسات مصر، مصر مش هيبقى فيها ولا مؤسسه. التكسير سهل يعني. حضرتك تقصد النادي الاهلي بيتعرض لمؤامره؟ لا مش مؤامره، مش مؤامره، ده صراع عادي، صراع سياسي داخل النادي الاهلي، مش مؤامره. خلي بالك في فرق بين الصراع وبين المؤامره. اللي بيغرف الاهلي صراع ايه يا استاذ جمال؟ اذا كان عندي بيه مجلس منتخب يبقى مش صراع. انا النهارده الصراع لأ... الناس اللي يعني انا هقول لك على حاجه. طيب لما انت عارف ايه لما اتكلم عن مجلس منتخب هقول لك على حاجه. انا مش عايز اتحط في موقف ايه اتفضل. ان انا جاي ادافع على الاهلي وانت وكيل النيابه اللي اتحط. بالعكس خالص، احنا مش عايز، احنا عايزين نتكلم بشفافيه شويه. انا عايز نتكلم ايه، نوضح للناس ان انا لا، انا مش جاي ادافع عن الاهلي وانت مش ضد الاهلي. وليه لا؟ وليه لا استاذ جمال؟ لما تكون بتدافع عن الاهلي ايه المشكله؟ النادي الاهلي كيان كبير جدا. لا احنا عايزين نتكلم. والجميع لا عايز مصلحته في النهايه. ضد الاهلي ولا لا؟ انا بالتاكيد مش ضد الاهلي. مش ممكن تبقى. انا قصدي ايه يعني، انا نفسي القضيه اللي موجوده دلوقتي اللي احنا المفروض ايه بصددها، تمام، اللي هي ايه، حل مجلس اداره، مش كده ولا ايه؟ طب انت شفت في حل مجلس اداره اي حيثيه تقول ان الناس دي كانوا مثلا مزورين او اشتغلوا غلط او على الاطلاق قلتهم يبقوا اهمال؟ طب مين السبب؟ النهارده الاستاذ محمد سويله مدير مديريه الشباب والرياضه في تصريح مهم جدا نفى تماما التهمه من على هذا المجلس، وقال انه مجلس منتخب ونجح بنزاهه شديده جدا جدا في الانتخابات، والقى بالتهمه شويه على مجلس كابتن حسن حمد. طيب هنتكلم على نقطة ثانية. هو ليه السادة المحامين في العوار اللي حصل في السادة المحامين النهاردة يعني بيردوا القاضي؟ يعني الدكتور حمدي عتريسة قال انه رد القاضي النهاردة. ليه ده؟ لانه يعني بيتكلم في مصلحته، مصلحة القضية اللي هو بصددها يعني، دي تصريحاته معايا. ليه هو طلب طلب رد خمس مستشارين في الدائرة النهاردة؟ طب حضرتك وضح لنا ده. طب ليه؟ لا انا نفسي اسال، انا بسال ليه؟ يعني ايه السبب ان هو بيرد القاضي؟ يعني ده نفسي اسال. هو تم رفض الطلب استاذ جمال؟ لا هو رفض الطلب لان هو اترفع في الاول او قدم مذكرات في الاول، انما هيتنزل الموضوع. هيتنزل يعني. انما هي في علامات استفهام كتيره انا مش فاهمها. يعني ليه يعني رد القاضي في قضيه يعني شعبيه وجماهيريه وده النادي الاهلي؟ ما هي خطايا مجلس محمود طاهر في القضيه ديت؟ من المخطئ الحقيقي في القضيه ديت؟ اذا كنا عايزين نطهر نفسينا وننظف نفسنا كل المجتمع الرياضي. طب انا عايز اخد راي حضرتك في الموضوع. مين المخطئ؟ انا عايز اخد راي حضرتك في ده. لا انا عايز اسال مين المخطئ عشان نعاقبه. ما هو دلوقتي الخطيه مش باينه. محمد سويلة مطلع ورق قال لك احنا ما غلطناش كجهه اداريه. طب مين اللي غلط؟ انا سالته الحقيقه يعني وقتها، وقت ما طلع كابتن طارق ابو زيد قرار. طب مين اللي الانتخابات غلط؟ ليه مديريه اداره مديريه الشباب والرياضه ليه قال ان انا ارسلت خطاب للمعالي الوزير طارق ابو زيد وقتها وقلت ان هيكون في عوار في الانتخابات وهيكون في بطلان ليها فيما بعد لو تم تقديم شكوى، وبالتالي هو نفى المسؤوليه. طيب بقول لك مين بقى الغلطان؟ انا نفسي انا نفسي
وزير الشباب والرياضه يطلع مره كده يقول لي مين غلطان. ما انا نفسي اعرف برضه لحد دلوقتي. طب انا عايز اخد راي حضرتك، اسال سؤال، هو ليه ما هو ليه الوزير ما طلعش قرار النهارده بالمجلس المعين؟ بكره ان شاء الله. طب ليه الفرق النهارده من بكره؟ يعني بياخد وقته شويه في ايه بقى، في الطبيخ ولا في السليق ولا في ايه؟ يا بيه ده احنا في 3-1 والنهارده كام؟ 20. النهارده 20-1 اعتقد. طيب ليه هو ما عارف القرار وعنده القرار وسال الاجهزه 17-1 وسال الاجهزه وعارف كل حاجه مستني ايه؟ يعني ايه الفرق النهارده من بكره؟ طب ما عارف كل حاجه، ايه في جديد يعني؟ هيتب تعيين، احنا قلنا الكلام ده من فتره والناس كلها عارفه ان عايز يعين مجلس عايز يعين نفس المجلس ويعينه. طب ما توضح لنا استاذ جمال، يعني حضرتك شايف مين المتسبب في القضيه دي من البدايه؟ وهل تمت عن قصد؟ ولماذا لا يتم او يتم التاخير في اتخاذ القرار؟ طول عمره محترفين الانتخابات في مجلس الشعب وفي كل حاجه يعملوا تركه كده تبقى هم اللي عارفينها عشان لما يحصل سقوط يجروا على طول يقدروا ايه يحلوا او يعني يكسبوا بنط في المحكمه، بدليل القضيه دي اترفعت ثاني يوم. خد بالك يعني اترفعت على طول يعني. يبقى حضرتك كده بتؤكد كلام استاذ محمد سويد اللي هو مين؟ ان المجلس كابتن حسن حمدي انا ما اقدرش اقول مين مخطئ لان انا راجل مش جهه تحقيق. ما اقدرش كابتن حسن حمدي، انا في وجهه نظري انه من اهم القيم ده صحيح رمز القامات مصر مش النادي الاهلي بس يعني ده صحيح. اللي هي انا شفت حسن حمدي على طول بيحب الاهلي ازاي يعني محبته محبه مرضيه يعني هو بيحب الاهلي بشكل مرضي مش بشكل طبيعي، انا عارف ده كويس. احنا مش بنتهم استاذ جمال، احنا انا بقول لك جهاد التحقيق المفروض المفروض انا ما اقولش انا ما اطلعش شرفتي زي اللي بيطلعوا دول يقول فلان لا الجهاد التحقيق هي اللي تقول لنا ده لان القضيه دي قضيه مهمه جدا 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 لازم يطلع فيها متهم ومين هو السبب في ده ومين اللي بيعطل مسيره الديمقراطيه في مجلس منتخب لازم كل ده يتكشف، لازم يتكشف على الراي العام لان المسائل اللي هي ايه طول عمرنا ايه تحصل بلوه ونعديها بلوه وما نحاسبش فيها بتتكرر تاني. النهارده انت عندك اشكاليه انت يعني قلت المباريات من غير جمهور ماشي يا سيدي، فجاه لقينا في جمهور في الملعب جمهور نوعي دلوقتي يقول لك ايه ده الجمهور هو اللي عمل الازمه بين ماتش الاتحاد وماتش المصري واخد بالك. فاحنا عندنا ايه ما عندناش حسم في حاجه. انا بطلب من خالد عبد العزيز مره المره الاخيره دي بطلب منه ان هو يحسم الامور يحسمها يعني مره يبقى عندنا قرارات واضحه، الاهلي ده مخطئ ولا مش مخطئ، مين اللي اخطا في حق مجلس الاداره اللي انتخبته الجمعيه العموميه. انا 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 شخصيا انا شخصيا انا مش عايز تحايل، انا نفسي ان خالد عبد العزيز ما يتحايلش ويجيب المجلس ده تاني عشان يمسك العصايه من النص. انا يعني رغبتي الشخصيه ان انت احتراما للقضاء ان هو قال لك المجلس ده بره حتى لو المجلس ده صاحب حق وحتى لو هو ما اخطاش ولو وحتى كل ده، انما برضو المفروض ان انت تعين مجلس جديد. ليه؟ لا لازم ادام القضاء الكلمه عشان العوار يبان، انا لما المجلس ده يمشي ويجي مجلس جديد يبان من الذي تسبب في هذه الخطا ومين اللي كان متعمد وقوع الاهلي ومين اللي متعمد ان يقدم او يسبب ازمات في الاهلي. انا نفسي انه ما عملش كده بس انا اظن ان هو يعني مجهز الملف كامل اعتقد القرار يعني القرار جاهز ان يبقى الوضع على ما هو عليه تعيين نفس المجلس وهذه كارثه. انا بقول لك اهو دي كارثه. حضرتك شايف ان دي كارثه؟ طبعا مفيش حاجه اسمها يبقى الوضع على ما هو عليه. امال القضاء تعب نفسه وخد قرار ليه؟ الحل اعتقد يمكن برضه الاستاذ محمد سويلم لما سالته عن رايه الشخصي قال انه اعتقد انه الحل الامثل انه مجلس المهندس محمود طاهر يستقيل ثم يتم تعيينه تاني من قبل المهندس او المهندس خالد عبد العزيز. ده كل ده تحايل. كل ده تحايل على القانون. احنا عايزين مره يا جماعه نحترم القانون ونطبقه مره واحده في حياتنا ان احنا نقول فلان اخطا. يا اخي انا نفسي اللي اخطا يطلع يقول انا اخطات. يا اخي انا عجبني قوي قوي الاستاذ ياسر رزق رئيس تحرير الاخبار رئيس مجلس الاداره لما كتب منشط
يعني الناس حست انه مسيء وواحد قال كذا 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 وكم واحد طلع تاني يوم ياسر رزق يعمل مقال طويل ويعتذر ان ده اذا كان ما عجبش البعض وكذا 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 فانا بعتذر عن المنشط ده. والاعتذار ده قمه الاخلاق اكيد على الاقل يا اخي احنا لا بنعتذر ولا بنحاسب ولا بنحاكم المخطئ احنا بس ايه طول الوقت عمالين مكن في الشاشات بره عمال يعني شغال بشكل انتقامي اكتر من بحث عن حلول. احنا عايزين المنتقمين الجدد اللي هم على الشاشات يفكروا يحلوا ويخلي بالهم ان النادي الاهلي ده قلعه كبيره واحنا بنعالجه وكيان كبير نعالجه صح. طب خلينا ناخد كابتن عزمي مجاهد مدير اداره الاعلام بالاتحاد المصري لكره القدم. كابتن عزمي مساء الخير. مساء الخير يا كابتن اشرف وتحياتي للمحترم. والله يخليك ابو امير حبيبي ابو امير والله العظيم المحترم كله يعني انت محترم ومعاك يعني اعلامي محترم. الله يخليك كابتن عزمي ابو امير ربنا يخليك يا ابو امير. كابتن عزمي النهارده كان في بيان من الاتحاد المصري لكره القدم خاص بالجماهير الفتره القادمه وتحديدها ال 25 فرد في المباريات. يعني كانوا متحددين في بدايه الموسم وحصلت يعني حاجات كتيره جدا في المباريات اللي فاتت واعداد يعني بتزيد في المدرجات وفي المباريات الفتره اللي فاتت. انت عارف ان انا صريح معاك وانا متعود على جرأتك وصراحتك وبالتالي حتى كان في بعض التصريحات لبعض المدربين زي كابتن ايهاب جلال مثلا مدير الفني للمصري المقصه وقال انه يعني ما بيتمش ده الا في مباريات الاهلي والزمالك ومحدش هيقدر على الاهلي والزمالك الفتره اللي جايه ولا ايه؟ شوف حضرتك انت بتجيب بالاخر على راسهم ريشه وبعدين ما تيجي تبص تلاقي المدرج ملان واخد بالك. طيب ما الجماهير تخش يا جماعه ما الجماهير تخش كده كده في جماهير تمام. وبعدين يعني هنيجي بقى هلبسها للشرطه برضو لا مش هلبسها للشرطه. اما بيجي رئيس نادي او مسؤول جايب عربيه او بيدخل ناس هيقول وبيعمل لهم كشوف وبعدين للاسف الكشوف اللي احنا بنعملها في اتحاد الكوره بعدد الاعلاميين يعني بيعاملوا الاعلاميين أسوأ معامله. طب هو مين المسؤول عن ده كابتن عزمي؟ يعني خلينا نشارك الاستاذ جمال معانا واخد من كلمه حضرتك او تصريح حضرتك ان الاهلي والزمالك على راسهم ريشه. استاذ جمال حضرتك شايف ايه يعني ايه انا شايف انا شايف ان احنا عم نصاين وفكره الفتوه اللي هو بيكسر القوانين موجوده في مصر. الراجل الفتوه اللي هو بيكسر القوانين وبيهمش لوائح ولا بيهم قوانين ولا بيهم شرطه وبيدخل هو اللي بدا بدخول الجماهير دي كلها. فاحنا دلوقتي احنا دخلنا في مشكله عدنا نصاين لحد ما حصلت ازمه الاتحاد والمصري. وعلى فكره برضو تصحيح للقول ان ازمه الاتحاد والمصري مش ازمه جماهيريه عشان برضو من ايه من لبس الجمهور كل حاجه دي ازمه تصريحات ونرفزت مسؤولين مش قادرين يحددوا هم مسؤولين لحد فين. طب هي مسؤوليه دوله ولا مسؤوليه الاتحاد المصري؟ انا هقول لك على حاجه اللي بيحصل معلش كابتن عزمي انا بحضرتك ولكن كل الماتشات اللي فيها ازمات انا مستمتع لان جيمي بيتكلم بالاخر بيجيب من الاخر والله اتفضل يا استاذ جمال. الله يخليك عامل ايه يا كابتن عزمي انا ما عنديش حاجه تانية اقولها غير من الاخر ما انت عارف. يعني انت عندك النهارده كل الخناقات اللي شغاله ما خناقات كتير مش اول خناقه دي انتوا يعني بتقتصروا كل حاجه على الاتحاد والمصري. ما 50 خناقه حصلت قبل كده و50 ضغط على الجمهور وتلاقي شله قاعده عماله تشتم في الحكم عشان تضغط عليه في ماتشات كتيره جدا. احنا بس ايه يعني قلبنا خفيف المجتمع الرياضي قلبه خفيف ومتواطئ بطبيعته يعني هو مجتمع متواطئ لانه عايز يمشي حاله تمام. وبيخاف شويه وبيترعش شويه خليني اخد وبيتهدد شويه اسمع بس اكمل كلام بقى ده ما عايز اتكلم اتفضل. فاحنا عندنا الجمهور هو جمهور على فكره الجمهور اللي داخل ده كله مش جمهور ده جمهور نووي. يعني ايه جمهور نووي؟ الا قرايب بتوع مجلس اداره واللي مش جماهير الكوره يعني مش جماهير الكوره يعني متعودين عليها انما ده ايه ده قرايب يعني يعني مشهد عائلي يعني كل الجماهير اللي بتشوفها دي مشاهد عائليه. لا واستنينا يا جيمي مش مشهد عائلي لا والسنيده كمان والهتير الله ينور عليك كابتن عزمي ايوه كده كابتن عزمي ايوه يا اخويا كابتن عزمي كل حاجه يا كابتن عزمي هو عارف كل حاجه يا كابتن عزمي يعني معلش استحملني شويه يعني لو النهارده الاتحاد المصري لكره القدم بيخاف من جماهيريه النادي الاهلي بيخاف من رئيس مجلس اداره نادي الزمالك
طب ايه بقى، ايه الحل؟ هتحصل كوارث جديده. اقول لحضرتك حاجه ودي امانه، اولا اتحاد الكره ما بيخافش الا من ربنا يا راجل. طب ما احنا بنتكلم في واقع يا كابتن عزم. انا اكمل انا انت انا مش سمعتك اسمعني فعلا يا كابتن استاذ جمال. انا لا انا 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 سمعتك اسمعني بعد اذنك. انا مع حضرتك، هنتفق في الاخر. انا مع حضرتك يا كابتن عزم، اتفضل. وهنتفق في الاخر يا جيم. اكيد اتحاد الكره بيقول لك النظام كذا 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 كذا، وكل واحد ملزم بكذا كذا. تمام ماشي تمام. في ناس مسؤولين بيبقوا مدير الاستاد اللي موجود معاه الشرطه، تمام، معاه استاد النادي نفسه، اخد بالك، اللي هو المضيف. يعني مثلا الاهلي بيلعب النهارده، الناس بتوعه موجودين بتوع الامن. تمام مظبوط تمام. طيب اتحاد الكره يا استاذ جمال، أيوة، من اختصاصاته ان هو يقف على البيبان يشوف مين ده. لا يلغي المحن. يلغي المباراه، يلغي المباراه كابتن عزم لصالح الفريق الاخر. اصل حته تلغي المباراه دي يعني احنا لازم نتكلم ونتفق ان احنا ان البطوله او الماتشات تستمر والدوري يستقر، ده رساله ثانيه. يعني ده دور الكوره في الامن القومي المصري. خد بال حضرتك، يعني من السهوله قوي. شوف 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 اشرف، احنا مثلا بنقول ايه؟ طب ما يتلغي المباراه، سهله جدا، مردودها سلبي علينا لوحده يكفي. فاشتغل سنه يعني يسدد ديون ويعمل اقتصاد ويعمل 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 ويعمل، ما خدش باله ان الاعلام هو اللي بينور على الحاجات دي كلها. عشان كده كل المنجز ما بانش. ما بانش غير ايه؟ الاخطاء والخطايا وسامة خليل وقصص تانية خالص. انما اخ خطا محمود طاهر الكبير انه لم يجيد عمل منظومه اعلاميه كامله، ويجب عليه حتى الان اذا استمر ان هو يبقى عنده لقاء اسبوعي مع الاعلام، لان الاعلام دلوقتي في مصر اتغير. انت بتقول لي بقى يسربوا الاعلام في مصر اتغير، انت عارف التواصل الاجتماعي بقى قد ايه كتير وتاثيره بقى كبير جدا. فده موضوع على فكره، الاعلام في مصر كله كده، يعني ما فيش مؤسسات في مصر دلوقتي وحدية. ده التسريبات وصلت لكل حته يا جماعه، ده صحيح لكل حته. انا بس نفسي الناس وهي بتعاقب محمود طاهر او مجلسه يتذكروا حاجات بس ايه، ان الوقت اللي جه فيه كان صعب جدا، وقدر ينفذ فيه حاجات كتيره جدا جدا جدا، مشاريع على مستوى التطوير والانشاء، رائعه جدا مشاريع تطوير. والنهارده هي ازمه فرقه الكوره ايه في الاهلي؟ النتائج ايه؟ ما هو ماشي مع الناس اللي ماشيه. بس حضرتك بتتكلم النهارده ولا الموسم اللي انا بتكلم على الموسم ده اللي احنا فيه؟ الموسم ده يعني الامور ماشيه، يعني اشتروا لعيبه كويسه، ولكن في اعتراض من جزء كبير جدا من جمهور النادي الاهلي. استاذ جمال، يا استاذ، الجمهور ما الجمهور ما كانش طول عمره بيحكم. جمهور الاهلي ده هو الشمعه، هو ده العظيم. انا برضو اكمل كلامي بس مختلف مع حته ان الجمهور بيحكم. الجمهور ده الجمهور ما يحكمش، هو كل واحد يعني مثلا بيقعد على الفيسبوك بقى هو ده اللي بيمثل جمهور الاهلي. يعني جمهور الاهلي ده عريض جدا يا جماعه. جمهور الاهلي يهمه ايه؟ ان الاهلي الفتره دي ها يعدي المحنه بتاعه التحول ويبقى عنده نتائج في كره القدم. ده اهم حاجه عند الجمهور. في تفاصيل كتيره تانية، في تفاصيل كتيره تانية الجمهور ما بيعرفهاش. انا طول عمري منحاز لجمهور الاهلي، لان انا بعتبر نفسي باخد ثقافتي الاهلاويه من الجمهور على القهاوي. لان انا اي انا شعبي وجمهوري واحبائي هتلاقيهم على القهاوي الشعبيه. مش على ايه، مش في مش الاوتيلات. انا مش بتاع الاوتيلات، انا بتاع الفنادق، بتاع القهاوي الشعبيه. فده جمهوري وشعبي. عشان كده انا ساعات بيصعبوا عليا، لان انا بدير حوارات كتير جدا وانا مع الجمهور، ان هو شايف الاهلي العظيم الكبير الذي لا يهان. هي ازمه الاهلاويه كلها ايه؟ ان حصل مجموعه اهانات ضد النادي الاهلي. هي دي اهم حاجه عندهم، ضد الاهلي بنى تاريخه بالشموخ والعلو والرقي. فحصل تطاول على النادي الاهلي، وكان تطاول مقصود ومتعمد. الاهلي عنده ظروف، يعني ظروف صعبه جدا جدا بيمر بيها سياسيه اكتر منها رياضيه. الاهلي عنده مشاكل سياسيه. مش عايز تكشف عن الامور السياسيه دي وهقول لك على حاجه. الاهلي حاليا هناك مجموعه داخل النادي الاهلي بتحرك لعبه كبيره جدا جدا، وفيها رجال اعمال بينتموا لاحد الفصائل السابقه من غير تحديد اسماء، وبيشغلين في سكه. وانا ازعم ان حاله التردد اللي فيها خالد عبد العزيز، مع انه عارف
ازعم ان الاجهزه عارفه كل حاجه. انا عارف ان خالد عبد العزيز كان المفروض يطلع القرار النهارده لانه عارف كل حاجه والقرار قدامه. ما طلعوش ليه؟ انا مش عارف يعني. قال هو عايز يعني يعمل يعني ان الموضوع صعب قوي والشؤون القانونيه ولسه بتاخد قرار، ولا عايز يخلي الاعلام يشتغل النهارده شويه التوك شو يشتغل، ولا عايز يلاغي الجرايد بتاعت بكره. موضوع يعني ايه موضوع. حضرتك شايف ان القرار يعني قرار خلصان يا استاذ؟ القرار خلصان اصل انت ما عندكش مفاجاه يعني. ما اتفاجئتش انت ما اتفاجئتش بالمحكمه يعني كلنا عارفين ده وقلنا الحقيقه. يعني التطويل ملوش لازمه. انما لو هيرجع نفس المجلس على مجلس اداره ان يرسم خرائط جديده لمصالحه كل الغاضبين. الغاضبون يتصالحون بشموخ وعلو ورقي النادي الاهلي في التعامل مع الاخر. يعني حاجه كلام مهم جدا وده ده مهم يعني. نمره واحد نمره اثنين على مجلس الاداره القادم ايا كان مجلس محمود. ما هو خلاص احنا متفقين انه هيبقى ان هو لا انا انت متفق انا ضد ده. تمام قلت لك رايي في الاول ان هم يعيدوا صياغه حاجات كتير قوي علاقاتهم بالاخر. لازم يعيدوا صياغات كتيره جدا ولازم الاهلي المختلفين معهم قبل طول عمر معارضه الاهلي معارضه اعظم. زمان كنت اقول ايه اعظم ما في الاهلي معارضته. لا انا معارضه طول الوقت عينيها على فرقه الكوره يعني. انا طبعا حافظ تكوينه النادي الاهلي. فاعظم كنت دايما اقول اعظم ما في الاهلي المعارضه. الجنينه بتاعته جنينه عظيمه. جنينه ايه ممكن تختلف مع مجلس صالح سليم وحسن حمدي وكل ده، انما تلاقيهم قاعدين في المدرج بيشجعوا فرقه الكوره ما يهدموش. يعني معارضه الاهلي عمرها ما كانت هدامه. معارضه للبناء لترشيد الحاكم وزقه للطريق الصواب. انما ده مش موجود النهارده يا استاذ جمال للاسف. ان احنا عندنا حاله صياح وهجاء وصوت عالي بدون ما يبقى عندنا وعي شويه. احنا عايزين نفكر شويه. احنا في انه مرحله؟ مصر في انه مرحله؟ اما اجي اعمل هجاء ضد السيسي افكر ان احنا عندنا قنابل نار حوالين مصر. قنابل نار. لما اجي اقول احنا متطلبات حياتنا كتيره. اي نعم. لما اجي اقول لا بس كان لازم السيسي يعمل ويعمل. يا عم ده عندنا يعني حاجات كتير. في اولويات. اولويات كل حاكم عنده اولويات. الحاكم في احمد سيد نجار في الاهرام عنده اولويات. عشان كده غضبانين منه بعد الاهراميين. الاهلي نفس الحكايه. مؤسسه الاخبار احنا بنعيد بناء المؤسسات. وده اللي احنا مش واخدين بالنا. احنا لضمنا الحكمين في بعض وماشيين. يعني نسينا ان وقع مننا مبارك واتحبس او اتحاكم، وقع مننا رئيس بعد كده منتخب اسمه محمد دكتور محمد مرسي واتحبس. مش واخدين بالنا. احنا مش واخدين بالنا. احنا شغالين زي ما احنا عاملين نفكر ايه وفين صالح سليم. يا جماعه ده في سياسه اتغيرت في الدوله. ده صحيح. انا برجو الاهلاويه ان هم يصبروا ويعرفوا ان ناديهم العظيم ده هيستمر عظيما، ناديهم الكبير هيستمر كبيرا. هذه القلعه لن تسقط ابدا. الاهلي العظيم الكبير سيظل عظيما كبير بمحمود طاهر بسيد عبد الصمد باي حد هيفضل عظيم. لان الاهلي كبير قوي 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 قوي. بشكرك استاذ جمال. وانا ما بنقص بقول الاهلي ما بنقص الزمالك من اي حد تاني ولا الاتحاد ولا المصري. كل الانديه دي احنا عايزين لها الصواب وعايزين لها التوفيق وعايزينها تبقى ارقى واحسن، لان هم دي كياناتنا لحياتنا ومؤسساتنا واحزابنا الشعبيه الحقيقيه. كلام مهم جدا جدا للاستاذ جمال عاصي الحقيقه، وكلام يحترم جدا. اتمنى ان الجميع الفتره اللي جايه يقف في ظهر النادي الاهلي الكيان الكبير. بشكركم. بشكر استاذ جمال عاصي. بشكرك جدا استاذ جمال. بشكرك جدا. شكرا. بشكر كل زملائي في استوديو كنترول. نلتقي غدا ان شاء الله الساعه 6 صحافه الاهلي.